قايلينا ايامنا مش هي والفرحانين بينا. هنا بين السرايات، هذه المنطقة التي اختار المؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز أن تكون عنوان لمسلسلهم الجديد. لكن يا ترى، هل اقترب المسلسل فعليا من واقع الناس هنا في هذه المنطقة أم أنه ابتعد عنهم؟ تشتهر المنطقة الواقعة بجوار جامعة القاهرة بانتشار مكتبات تصوير المستندات العلمية وبيع الملازم والملخصات لطلبة الجامعة، وهو ما تناوله المسلسل الذي انتقده غالبية أهالي المنطقة. ما فيهوش أي حاجة يعني تدل على أن في حاجة من بين السرايات خالص، لأن كله مستور في الاستوديو. لو بيتكلم عن بين السرايات كان يتكلم عننا أيام الاعتصام، كان يتكلم عننا وإحنا واقفين. لو بيتكلم على محلات التصوير دي، الناس دي ساعة الاعتصامات اللي قفل محلاته، اللي بيته اتخرب، اللي ما قدرش يدفع، فين الناس ديت من المسلسل؟ بيقول لك ضرب الملازم والكلام دوت، اصحاب المكتبات اللي بيسهروا وبيسكروا وبيشربوا محلات والكلام ده كله، طبعا ده كلام ما بيحصلش. غير ان ذلك النقد اللاذع لم يمنع بعض الاهالي من ابداء اعجابهم الشديد ببعض الشخصيات التي ضمها المسلسل، مؤكدين انها اقتربت من الواقع كثيرا. روجينا دورها جميل جدا، وحقيقة روجينا فيه يعني يمكن قصة روجينا بالذات فيها حاجات صح. بس مصبرة طبعا مفيش كلام، يعني طالع الوسط الفني بصاروخ. معقولة يا مخلص يكون ربنا بعت لنا العيل اللي هموت عليه بالسهولة دي؟ بس عطية مش اسم قديم، بس حلو، هو عطية من عند الله، والله العظيم عطية من عند الله. بقدر ما حاول بين السرايات المسلسل أن يناقش قضية فساد التعليم في مصر، بقدر ما كانت بين السرايات المنطقة تريد أن يقترب منها أكثر، ولو بتصوير المسلسل داخلها. طارق أحمد، هنا العاصمة.